قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذه من الأشياء التي اشتهرت عندهم، وأنهم لا يوفون الكيل والميزان، اشتهروا بهذا، وأنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم. والأمر كما قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهم كانوا لا يفون الكيل والميزان، يطففون في الكيل والميزان. هؤلاء قوم شعيب عليه السلام يقول فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وبخس الناس أشياءهم قال أهل العلم إما أن يكون بتعييب السلعة حتى ينقصوا من ثمنها، فيها كذا فيها كذا، يعيبونها، يدورون العيوب لهذه السلعة حتى ينقص من قيمتها، حتى ينقص من قيمتها. أو بالاحتيال على أصحاب السلع، يحتالون عليهم ويخدعونهم في سلعهم، أو أن يكون هذا بالتقليل والتزهيد فيها، مو مهمة مو زينة كذا، فيزهدون الناس فيها. وقيل البخس هو الشيء الرديء، ومنها قول الله تبارك وتعالى وشروه بثمن بخس، يعني بثمن رديء. وقيل يدخل فيها أيضا المكس، المماكسة. والمكس نوعان، المكس هو اللي احنا نسميه عندنا بلغتنا المكاسر، يعني يماكس في السرعة بالسلعة، أنزل لا غالية ليش ما تخصم اخصم، هذه مماكسة، هذه المماكسة. أو تكون المكس اللي هي المعنى الثاني اللي هو الأخذ الضرائب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبلت الذي يأخذ المكوس من الناس وهي الضرائب، أخذ أموال الناس بالباطل. على كل حال هم كانوا في بيعهم وشرائهم من أخبث الناس. وإذا قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا، ولم يحدد نوع الفساد، كأنه يقول لا تفسدوا أي فساد قل أم كثر، عظم أو جل، أي فساد بعد إصلاحه أيضا أي صلاح. فنهاهم عن كل فساد وأمرهم بكل صلاح، فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي أن الله يبارك لكم في أموالكم، خاصة إذا جعل الإنسان يعني نفسه مكان الآخر، يعني عندما يمنعك كما يقول بعض أهل العلم، عندما يمنعك الله تبارك وتعالى أن تفسد، عن أن تغش، أنت واحد الآن، هذا الإنسان الواحد إذا جاء وغش في المقابل هو منتفع بماذا؟ بالانتهاء عن الغش. لماذا؟ لأن النهي عن الغش ليس موجها له هو، لم يقل يا فلان لا تغش، وإن منع الناس كلهم، فإذا منعك أنت وحدك عن الغش فقد منع الناس كلهم عن أن يغشوك. من المستفيد؟ أنت، أنت المستفيد، فأنت امتنعت عن غش واحد لكن منع الله الملايين عن غشك أنت. ففي النهاية هذه الأحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك إنما هي لحماية المجتمع، وكل واحد من المجتمع مستفيد أكثر مما يفيد، هو يفيد وحده لكن يستفيد من المجتمع كله. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.